أشرف بن عياد يقصف ولا يبالي الزلزولي. هاجم مراسل قناة بين سبورت الرياضية السابق المغربي أشرف بن عياد نجم برشلونة الواعد عبد الصمد الزلزولي البالغ من العمر 20 عاما بعد اعتذاره عن تمثيل المنتخب المغربي. وكتب بن عياد على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بقوله: أتمنى أن ينجح الزلزولي في خوض أكثر من 5 دقائق مع المنتخب الإسباني، سيكون إنجازا في حد ذاته في ظل وجود فاتي وفيران والبقية. وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن الزلزولي الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية أرسل رسالة إلى جامعة الكرة المغربية يعرف فيها عن اعتذاره لعدم تلبية الدعوة لحمل قميص أسود الأطلس في كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون بالفترة ما بين 9 يناير و 6 فبراير من العام المقبل، واختياره اللعب للمنتخب الإسباني.